الزنزانة الوردية، عقول أخرى غير المتوقعة التي تسوق طريقة تفكيرنا وشعورنا وسلوكنا. آدم ألتر. نبدأ عن المؤلف. آدم ألتر هو مؤلف الكتب الأفضل مبيع وفقا لقائمة جريدة نيويورك تايمز، وأستاذ مساعد لمادة التسويق بكلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، وأستاذ زائر بقسم علم النفس بجامعة نيويورك، ويركز بحثه على التداخلات بين علم الاقتصاد السلوكي والتسويق وعلم النفس الخاص بإصدار الأحكام واتخاذ القرار. وقد نشرت كتب على نطاق واسع في الأوساط الأكاديمية، وكتب في العديد من المجلات والجرائد مثل نيويوركر، نيويورك تايمز، هافينغتون بوست، سيكولوجي توداي، وبوبيولار ساينس، وغيرها من الإصدارات الأخرى. وقد حصل ألتر على بكالوريوس علم النفس من جامعة نيو ساوث ويلز، وعلى الماجستير ودكتوراه في علم النفس من جامعة برينستون. شوفي من المحتويات بعد المقدمة. الجزء الأول العالم داخلنا، الأسماء، التصنيفات، الرموز. الجزء الثاني العالم من بيننا، تأثير حضور الآخرين، السمات الشخصية الآخرين والثقافة. الجزء الثالث العالم من حولنا، الألوان، الأماكن، الطقس والدفء، وخاتم شكر تقديم ملاحظات فهرس. الأسماء نشأة حتمية المدلول الاسمي، تأثير الأسماء على النتائج الحياتية، تأثير الأسماء على النتائج الحياتية. فريتشل في مقابل بوسينكي، الفصيح السلس في مقابل الركيك الجامع. الأسماء المحبوبة والأسماء المؤثرة، قاعدة الصوتيات. التصنيفات تجعل العالم المعقد أكثر بسيط، وتعددوا الأعراق والسود والبيض والأغنياء والفقراء، تصنيفات تكشف الغموض. التصنيفات والارتباطات الذهنية، لماذا تشكل تصنيفات السود والطبقة العاملة خطرا؟ التصنيفات لا تكشف الغموض وحسب، إنما تغير النتائج أيضا. رؤية ما هو غير موجود بالفعل. الرموز، الرموز بمثابة مغناطيس جاذب للمعنى، القوة المستوحاة من التعقيد. الرموز فعالة جدا، الجزء الأول المال. الرموز فعالة جدا، الجزء الثاني الرموز القومية والدينية. الجانب الآخر نقطة ضعف الرموز والصور، تأثير حضور الآخرين. كل شيء يكمن في العينين، الضرر الناتج من العزلة الاجتماعية، الواقع المستمد من مقارنة ذاتك بالآخرين، المحاكاة وحل المشكلات والتواصل الاجتماعي، الأداء أمام الجمهور، المستويات المرتفعة للمتعة الاجتماعية والمستويات المنخفضة للتوتر الاجتماعي. كثرة المنافسين تولد منافسة أقل، كثرة الطهاة تفسد الطبخة. السمات الشخصية للآخرين، الدوافع الاجتماعية، الدافع الحسي، لاعبات الشطرنج، الفاتنات والمناورات المتهورة والفنون الاستعراضية. دافع الأمان، هل هو تفسير جزئي للعنصرية؟ قوة الحب، الأحباب، قمة هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية. جيلبرت شيسترتون شو يقول؟ الأطفال يتسمون بالبراءة ويحبون العدالة، بينما يتسم معظم الكبار بالخبث ويفضلون الرحمة بطبيعة الحال. الثقافة، رؤية الأشياء والأماكن من خلال المنظور الثقافي، رؤية الأشخاص من خلال المنظور الثقافي، النظر إلى الرياضات والفن ومفهوم الشرف من منظور ثقافي. الأمراض الثقافية، الإزدواج الثقافي، الاندماج بين ثقافتين مختلفتين، تعدد الثقافات، فهم سطحي للعديد من الثقافات. الألوان، البدل الزرقاء لرجال الشرطة. التاريخ المشؤوم لعلم الألوان، كيف تؤثر الألوان علينا، الجزء الأول الألوان وجسم الإنسان. كيف تؤثر الألوان علينا، الجزء الثاني الروابط بين الألوان والأشياء اليومية. ألوان في الحب، الألوان في العمل وفي المدرسة، الألوان والرياضة، الألوان والأخلاق، أحمر وأزرق، الخيانة، الفضيلة، الخطيئة، الشجاعة، الأماكن، البيئات القمعية. البيئة الطبيعية باعتبارها دواء لجميع الأمراض. عدم الطلاقة في الكلام والميل إلى التفكير بتعمق أكثر. الحرابة العقلية، الرجوع إلى سياق الموقف الأول، الطقس والدفء، الحرب صيفا والحب شتاء. القشعريرة الحقيقية للعزلة الاجتماعية، الطقس والرفاهية. أشعة الشمس تعوق الذهن من خوض المخاطر أو ممارسة التأمل. خاتمة، فراشة لورينز، قصة شخصين اسمهما تيم، وشكر وتقدير كتاب الزنزانة الوردية لآدم ألتر.